وسائر الأبرار والصديقين كافة أنت ريح الذين رحلوا عنا ووصلوا إليك في مخادئك السعيدة وامحو اترك خطاياهم كلها المعروفة والمجهولة الاختيارية وغير الاختيارية لأنه لم يظهر على الأرض أحد دون خطية إلا ربنا وإلهنا وفادنا ومخلصنا يسوع المسيح ابنك الوحيد وحده الذي نتوقع نحن أيضا بواسطته وجود الرحمة وباستحقاق غفران خطايانا وخطايا امواتنا اني احس واشبو الوش روتون دي لندنون ايلان تحت نايكتم اكسبيونو واتلوب سبيونو بيداتو واتلو بيداتو امحو يا ربي حنانك خطايانا وخطايا امواتنا الخفية والجلية التي لا يعرفها احد سواك واهنا حين انفصالنا من هذه الحياة الزمنية لنقوم امامك دون اثم وذنب فنستقر لتكون مراحم الله الاب العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم اخوتي الى الابد بشرى يا أدمو
بقلب نقي ونفس مستنيرة. يا أيها الإله لا بالمجيد والروف ونصلي الصلاة الربانية قائلين أبونا ادبش ما يونين القويمة وأهلنا لنشترك في هذه الذبيحة التي أمامنا ولتكن لنا ولجميع الذين يتناولون منها قداسة للنفس والجسد بالمسيح يسوع ربنا الذي معه يليق بك التسبيح والكرامة والولاية مع روحك القدوس أشوق لزبان العلمي من بارخ مور السلام لجميعكم عن روحنا شويت بوسيا عم كل خونا حي العلمي Yeah.
يسوع امان رب لنا المبحنون عاد بروق يسوع امان فرق المبحاش يا خير دفنوم شو عمادي تقوم رام شملي ونود كل مدام دعوة دوينة بشد مريم بارخ علم وعد أغلى علم وعد من الأول بعد عماد ربنا يسوع المسيح. رأينا يوم الأحد الماضي مع من جاء معنا إلى نهر الأردن، رأينا واحتفلنا بعيد عمادي وعيد الغطاس وعيد الدنح أو عيد الظهور الإلهي على ضفة نهر الأردن، حيث أقمنا القداس الإلهي ثم نزلنا إلى جانب النهر مع أحبائنا أبناء الكنيسة السريان والمسيحيين القادمين من الجهة الأخرى من الأردن. أكملنا هذه الاحتفالات وفرحنا بها وتفاعلنا مع هذا العيد ويأتي دورنا. طبعا كان هذه السنة دور الأقباط ولكن لم يفعل ذلك، فنحن أكملنا هذا الأمر. سوف تقام صلاة الوحدة المسيحية في دير مرمرقس يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 17 عصرا، فنأمل من جميع أبناء الكنيسة الساكنين في القدس وبيت لحم الأراضي المقدسة المشاركة معنا، لا أن نترك هذا الأمر على الغرباء وعلى الزوار وعلى الأجانب. مع كل أسف أبناء الكنيسة الساكنين في القدس لا يشاركون إلا 1%، مع كل أسف 99% يكون دائما الغرباء. الغرباء يأتون من أماكن غريبة ويصلوا من أجلنا. يقام في هذا اليوم المبارك قداس جناز السنة عن روح المرحوم حنا نخلة يحكم شماس، كما نذكر المرحومين نخلة أبو حنا وزوجته منصورة شماس، جوزيف شماس، حنين شماس، حنين شماس، والمرحومة حنة يسي انفتح الله، ويوسف يسي يوحنا أبو جاك، وحنة يوسف يسي وجوزته فدا، والمرحومة ربنا شمير يوما هللويا وحفيت حقوقا يا إفارق مور والروح قد
القديس من علماء دم العلماء من من عبد دستر سبل حضر لنتحنا نقل حيون عيري من باب الغفر ديسا ومن قال الصلي ليس ألكم نحمانا شبهنا نحمل راما نحملي ذي أنقم لبي لقيم شعيون عني ذي منك وقبر مصري شبقا لم نحملي ذي بارف مور قديش عني دم عيني ذن الظر قديش واشتبلت مرقصت فرقا نصيب دوين أرحك شرما مرضى بين اثنان لنا حد وطمر يرحم علينا عذرا ونشليح مطوبا نشمع الدمر علينا الدم في نحل صبي Vengelion Kadishot Moran Yeshuam Shihon Mesekra Alein Shlomo Al-Kulchon Vengelion Kadishot Moran Yeshuam من يوحان وشليحة مخرزان ودمخرس حي فرقان العلماء بس بيطعت الدنيسي وشبحان شلوه شلحي فرقان وعن كل الرحمة والعلمين زبناها خيل دن يحتد عبدد مران ولوهم فرقان الان يشوى مشيحة ملتد حي على تتبسر ببتلت قدشتو مريم Olin din ho khane hua Sol Rab Yesu al Masih al haq aqulu lakum anna man yasma' kalami wa yu'min biman arsalani lahu al hayatu al abadiyya ولا يأتي إلى دينونة لكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم إنها تأتي ساعة وهي الآن حاضرة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون لأنه كما إن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يجري الحكم بما أنه ابن البشر لا تتعجبوا من هذا لأنه تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوت ابن الله فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة والأمن والسلام لجميعكم أبدا
كل من دلي واشتوتف مشتوت في نبون رحمة وضالون يهون علين وعليون بتريهون علمين علم علمين يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الغافر الذي شربنا لا يا رب يكونان لنا دينونة وانتقاما بل مغفرة للخطايا وحياة أبدية فاشفق علينا أيها الصالح وارحمنا أسرارك والمؤمنين الذين اشتركوا في هذه الذبيحة أجمع ودبر الأيتام وأعلي الأرامل أقت المساكين وأشبع الجياع واشفي جميع المرضى وعز الحزانة وصن من يدعو اسمك القدوس من كل إثم في كل مكان لكي يسبح جميع الناس ويمدحوا ويعظموا بواسطة الجميع ولأجل الجميع
اسمك المبارك واسم بك وروحك الحي القدوس اشوف رزبان العلم ونحن نستودعكم لنعمة الثالث القدوس ورحمته مع الزبادة والبركات التي يختمها المذبح الرب الغافر البعيدين والقريبين الأحياء منكم والموتى المخلصين بصليب الرب القاهر والموسمين بسمة المعمودية المقدسة فليغفر الثالث القدوس خطاياكم ولتبزلاتكم نية حمواتكم وأنا العبد الضعيف أنال عونا ورحمة بدعواتكم امضوا بسلام فرحين مسرورين وصلوا من أجل أبو معاليوم والعقابين